سمح بالوفاق على صديقا قريبا جدا، وقد خسرت فيه الصديق وخسرت فيه السياسة سياسيا كبيرا، وخسرت فيه الأخلاق إنسانا نزيها وشجاعا وجريئا وصادقا، كان يشتغل بصدق وبنزاهة وبجرأة وبشجاعة. الحقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون. سي محمد الوفا بالنسبة إلي أنا أخ، لأننا نتعارف منذ 69، وكنا تقريبا دائما في المراحل الأولى مع بعض وأثناء الدراسة ديال الجامعية. ولكن أولا وقبل كل شيء، فسي محمد الوفا هو رجل دولة ومناضل كبير في تاريخ الاستقلال، اللي مر من الشبيبة الاستقلالية وكذلك كرئاسة بطبيعة الحال كاتب العام، وكذلك اللجنة التنفيذية والبرلمان اللي كان فيه ثلاثة ديال المراحل وفي البرلمان، ثم بعد ذلك شفته صاحب الجلالة كسفير للهند ولإيران وللبرازيل ثلاثة المراحل، وإضافة إلى هذا أصبح وزيرا في حكومة الأستاذ بن كيران، وكان وزير التعليم في المرحلة الأولى ثم هذا العام للحكومة. هو في الحقيقة هذا فقد صعب وكبير بالنسبة إلينا جميعا وبالنسبة للمغرب، ولكن لا مرد لقضاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا مواطن كبير سياسي متميز جمعوي، رجل مواقف صعبة، وصاحب يعني المسار الطويل السياسي، وفي الحقيقة وكما يعلم الجميع كذلك صاحب المسار الجدي، تميز في كل محطة من المحطات اللي عمل فيها بالبصمات اللي خلف وراه، وكلها بصمات اللي غادي يذكروها المغاربة عليه بخير إن شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه، ونتمناه من الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء والبلاء والوباء والوباء على جميع المغاربة، وإن شاء الله نشوفهم كلهم بخير وبصحة وسلامة. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.